بص، هو على مدار تاريخ كرة القدم في لعيبة كتير ظهرت فجأة بأداء خارق للطبيعة وبعدها على نفس نسق الظهور تختفي، والحقيقة بقى إن ده شيء غريب جدا، لأن بسهولة كده إيه اللي ممكن يخلي لاعب من أفضل لعيبة العالم ويكون كمان بيقدم أفضل أداءاته مع ليفربول وفجأة وبدون مقدمات بعد انتقاله لبرشلونة كأغلى صفقة في تاريخ النادي وكمان كان من أغلى 5 صفقات في التاريخ، فجأة مسيرته تتحول تدريجيا لحد ما يوصل لمرحلة الاختفاء؟ ولكن عشان نكون منصفين إحنا جايين نسرد قصته ونقول كمان عن أسباب الهبوط المفاجئ في مستواه، بس برضه ده مستحيل يخلينا نتغاضى عن كم الإيجابيات اللي في مسيرة كوتينيو. اللاعب اللي في حلقة النهاردة هنتعرف على قصته بشكل كامل ومفصل. كوتينيو بقى كان مواليد البرازيل سنة 92، بدايته بقى كانت في ألعاب الصالات وبعدها إخواته كانوا سبب في انتقاله لأكاديمية نادي فيسوكو دي جاما، الأكاديمية اللي مستوى كوتينيو فيها كان سبب في انضمامه لناشئين النادي واللي كان تحديدا في سنة 99، ومن هنا بقى لحد 2008 استمر كوتينيو في التدرج مع مراحل الناشئين لحد ما تجيله التفصيلة الأهم في حياته وهي تتويجه مع منتخب البرازيل ببطولة كوبا أمريكا تحت 15 سنة، البطولة اللي بسببها كشافين نادي الإنتر أكدوا على إنه هيكون من أفضل اللعيبة في العالم وفعلا اتجهوا في طريق الشراء، ولكن انصدموا بعد ما رجعوا قانون الفيفا اللي بيمنع أي لاعب لا يتجاوز ال 18 سنة من الاحتراف خارج الدولة، وده على قد ما كان شيء محبط إلا إنه ظهر ذكاء إدارة نادي الإنتر في التعامل مع الموقف، واللي كان إن إحنا هنشتري اللاعب ولكن هنخليه في النادي الحالي على سبيل الإعارة لحد ما يتم السن القانوني وبعدها ينضم لصفوف الإنتر، وفعلا ساعتها الإنتر يدفع 3 مليون و800 ألف يورو مقابل التعاقد مع اهم مواهب العصر. وطبعا الطبيعي ان استمر كوتينيو مع الفريق لحد صيف 2010، وعلى مدار الفتره دي بقى ظهر في 36 مباراه سجل فيهم 4 اهداف، وده كان شيء طبيعي. انما اللي ما كانش طبيعي هو انضمام للمنتخب في كوبا امريكا تحت 17 سنه، البطوله اللي فيها كوتينيو اكد على انه يستحق اكتر بكتير من ال 4 مليون يورو اللي دفعهم الانتر، وتحديدا بعد ما قدر يسجل في الفوز على الباراجواي وبيرو واللي بيهم كان واحد من اهم اسباب وصول البرازيل لمواجهه الارجنتين في النهائي في المباراه اللي كانت قريبه جدا من البرازيل، وخصوصا بعد تسجيل زينينيو الهدف الاول وبعدها يدخل كوتينيو يسجل الثاني واللي بيه المباراه شبه اتحسمت للبرازيل، ولكن ساعتها الارجنتين كان ليه راي ثاني وتحديدا بعد تالقهم في العوده للمباراه واللي بيها استمرت المباراه على التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح، وساعتها على الرغم من ان كوتينيو ضيع ركلته اللي ان البرازيلي توج باللقب، وده بقى كان شيء مهم جدا، ولكن الاهم هو انه بعدها على طول كوتينيو يكون تجاوز السن القانوني وده اللي بيه انضم رسميا لصفوف نادي الانتر، وده بقى طبيعي. انما اللي مش طبيعي ان الموسم الاول له في صفوف الانتر يكون موسم 2010 2011، وده بقى معناه انه جاي على فريق مش بس كبير، لا ده محقق خماسيه، وده بقى على الرغم من انه كان شيء مميز بالنسبه له اللي انه هيحمله ضغوطات اكبر من سنه، وفعلا ده اللي حصل. وكوتينيو شارك مع الانتر في الموسم الاول في 20 مباراه فقط، سجل فيهم هدف وصنع 2، ولكن الارقام دي ما كانتش بسبب الضغوطات بس، لا ده كمان اصابته في الركبه اللي كانت سبب في غيابه اكتر من شهرين، ولكن برضه ده ما يمنعش انه كان احد المتواجدين بثنائيه الكاس والسوبر المحلي بالاضافه لكاس العالم للانديه نسبه للموسم الماضي. ولكن عشان نتكلم بمنطقيه، فكوتينيو ما كانش ليه دور كبير في الفوز بالالقاب دي، لان الدور الاكبر فعلا هو اللي قدمه مع منتخب البرازيل في كاس العالم للشباب، البطوله اللي فيها كوتينيو عرف نفسه للعالم كله، وتحديدا بعد ما عمل اداء كبير جدا وساعتها تسجيله 3 اهداف في صناعه الرابع يخليه واحد من اهم اسباب تتويج منتخب البرازيل باللقب بعد الفوز على البرتغال في النهائي بالهاتريك الشهير لاوسكار، وده بقى اللي بيه كوتينيو يكون احد اللعيبه القلائل اللي فازت مع المنتخب بالالقاب في جميع مراحل تحت السن. ولكن كل الكلام ده برده ما شفعلوش في ايجاد مكان في التشكيله الاساسيه لنادي الانتر لدرجه انه شارك لحد نهايه الدور الاول في 8 مباريات فقط، وده اللي كانت نتيجته هي اعارته النادي الاسبانيول، النادي اللي كوتينيو كمل معاه بقى الموسم بشكل افضل عشان يكون شارك في اجمالي 24 مباراه بين الفريقين، سجل فيهم 6 اهداف وصنع 2، ولا استنى ده الوضع ده استمر في الموسم اللي بعده وتحديدا برده بعد ما لعب الدور الاول مع الانتر وشارك في عدد قليل من المباريات، والنتيجه بقى ان في الانتقالات الشتويه يتم قبول عرض ليفربول النادي اللي دفع 13 مليون يورو مقابل انضمام صاحب ال 21 عام، وفعلا تتم الصفقه الاهم مش بس لليفربول ولكن لكوتينيو نفسه، اللاعب اللي طريقه لعب الانتر ما كانتش لايقه عليه وده اللي خلاه سريعا يدخل في اجواء فريقه الجديد ويقدر يشارك شبه اساسي عشان تكون محصلته مع نهايه الموسم 32 مباراه ما بين الفريقين، سجل فيهم 6 اهداف وصنع 8. ولكن لو اتكلمنا عن اهم لقطه له في الموسم فبالتاكيد هيكون هدفه ضد كوينزا بارك، الهدف اللي كان عباره عن صاروخيه شبه ارضيه جمعت ما بين الدقه والقوه، وده بقى اللي اكد لنا ان الموسم القادم هيكون وضع مختلف نهائي، وفعلا كوتينيو يبدا موسم 2013 2014 باداء افضل ومشاركه في 37 مباراه، وعلى الرغم من غياب شهر ونص عن الملعب بسبب اصابه الكتف الا انه قدر يصنع 8 اهداف ويسجل 5 واللي بيهم كان واحد من اهم اسباب استمرار ليفربول في المنافسه على الدوري، البطوله اللي فريقه خسرها في الامتار الاخيره لصالح المان سيتي، النادي اللي فاز باللقب بفارق نقطتين فقط عن كوتينيو وزمايله، وده بقى على قد ما كان شيء محبط الا ان النتيجه ان كوتينيو يظهر بافضل اداء له منذ صعوده للفريق الاول لدرجه انه شارك في 52 مباراه وبسبب التزامه التكتيكي شارك في 4 مراكز مختلفه منهم المهاجم الصريح، والنتيجه بقى كانت تسجيله 8 اهداف وصنع 6. ولكن بعيدا عن الارقام فتالق كوتينيو ساعتها يخليه ينضم لتشكيله المثاليه للبريمير ليج وكمان يتم اختياره كافضل لاعب في الفريق، وعشان تكمل بقى فهدف الرعد ضد ساوثهامبتون يكون افضل هدف في موسم ليفربول، ولكن برضه الكلام الجميل ده ما
ينفعش ننسينا ان سوء الحظ في الموسم ده كان في انضمام المنتخب في كوبا امريكا، البطوله اللي فيها المنتخب البرازيلي عمل واحده من اسوا اداءاته وبكل سهوله خرج على قد الباراجواي من دور الثمانيه، وده بقى على الرغم انه كان شيء محبط الا انه ما اثرش على كوتينيو نهائي. اللاعب اللي بدا الموسم الجديد مع ليفربول بالمشاركه في 43 مباراه سجل فيهم 12 هدف وصنع 7، واللي بيمكن واحد من اهم اسباب وصول ليفربول لمواجهه المان سيتي في نهائي كاس الرابطه، المباراه اللي استمر فيها تاخر ليفربول بهدف لحد الدقيقه 83، وتحديدا لما كوتينيو قرر يتدخل وسجل هدف التعادل، الهدف اللي بيه مباراه تروح لركلات الترجيح، وساعتها برضه التوفيق يغيب عن كوتينيو. ولكن الحقيقه بقى ان غياب التوفيق في الموسم ده ما كانش في كاس الرابطه بس، لا ده كمان كان في اليوروبا ليج، البطوله اللي فيها تسجيل كوتينيو في الفوز على اليونايتد ودورتموند في الادوار الاقصائيه خليه واحد من اهم اسباب وصول الفريق لمواجهه اشبيليه في النهائي في المباراه اللي كنا اتكلمنا عنها بشكل ادق في حلقه ستورج هتلاقيها في القناه. ولكن المضمون بقى هو ان بعد صناعه كوتينيو الهدف الاول لليفربول يجي اشبيليه يسجل ثلاثيه وبها يتوج على حساب ليفربول في موسم اقل ما يقال عليه ان موسم غياب التوفيق اللي كمل على كوتينيو بعد فشل المنتخب البرازيلي في الصعود من دور المجموعات في كوبا امريكا. ولكن على الرغم من ده لان كوتينيو ساعتها يفوز بجائزه السامبا الذهبيه كافضل لاعب برازيلي في اوروبا، وكمان ينضم للتشكيل المثالي لليوروبا ليج، واكمالا بقى يتم اختياره كلاعب الموسم في ليفربول للمره الثانيه على التوالي. واخيرا بقى في هدفه ضد ستوك سيتي اللي كان على نفس طريقه الموسم الماضي يتم اختياره كافضل هدف في موسم الفريق، وده بقى اللي بيه اكتمل موسم كان صعب على كوتينيو بشكل جماعي، ولكن على الجانب الفردي فهو افضل موسم له على مدار مسيرته. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه كوتينيو شارك في 36 مباراه سجل فيهم 14 هدف وصنع 9، يعني مساهم في 23 هدف في 36 مباراه، وده اعلى معدل مساهمه الاهداف على مدار مسيرته. لا وكل ده لما يكون في الدوري الانجليزي فاكيد هيكون شيء عظيم جدا، وخصوصا بقى بعد هدف الرائع ضد ارسنال في المباراه الافتتاحيه للبريمير ليج، الهدف اللي اكد على ان الموسم ده كان واحد من اجمل مواسم كوتينيو. اللاعب اللي مع نهايه الموسم بقى يجي له عرض من برشلونه، النادي اللي عرض ما يقرب من 72 مليون استرليني، ولكن ساعتها ليفربول يرفض العرض، ولكن برضه بعد محاولات دامت لحد نهايه الدور الاول فعلا تتم الصفقه، ولكن بمبلغ 135 مليون يورو، وفعلا تتم صفقه انتقال كوتينيو كاغلى صفقه في تاريخ النادي. اللاعب اللي شارك ساعتها في 42 مباراه ما بين الفريقين سجل فيهم 21 هدف وصنع 15، يعني على الرغم من انه شارك في اتجاهين مختلفين الا انه عمل اعلى معدل مساهمه الاهداف في موسم واحد، والنتيجه انه بيهم يكون واحد من اهم اسباب فوز برشلونه بثنائيه الدوري والكاس. ولا استنى ده كمان مع نهايه الموسم تيجي له سيده على المنتخب في كاس العالم، البطوله اللي فيها كوتينيو تالق وقدر يسجل على سويسرا في المباراه الافتتاحيه، وبعدها يصنع على كوستاريكا وصربيا، وحتى بعد صعود المنتخب لمواجهه بلجيكا في دور الثمانيه، على الرغم من انه سجل هدف في المباراه دي الا ان ساعتها فرناندينو دي بروين ينهي القصه بالصعود على حساب البرازيل بقياده كوتينيو، اللاعب اللي مش بس كان الاكثر صناعه الاهداف في البطوله، لا ده كمان على الرغم من خروج البرازيل من دور الثمانيه الا ان يتم اختياره في التشكيل المثاليه للبطوله، وده بقى شيء مهم جدا. ولكن الغريب كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه كوتينيو شارك في 54 مباراه سجل 11 هدف وصنع 5، وساعتها يفوز مع برشلونه بثنائيه الدوري والسوبر. ولكن بعيدا عن كل ده فكوتينيو كان ظاهر باداء ضعيف جدا نتيجه للانتقادات اللي كانت دايما بتتوجه له، وهنا بقى لازم نقف شويه عشان نعرف ايه سبب الهبوط المفاجئ لمستواه. فيلا بقى اعمل لايك وتعال ناخد القصه من اولها. بص هو كوتينيو لما جه برشلونه كان في محاوله تعويض انيستا، وده بقى مش بس كان شيء صعب، لا ده شبه مستحيل، وطبعا بقى نتيجه الكلام ده ان يكون في ضغوطات كبيره عليه. ولا استنى ما تنساش ان كوتينيو برده جاب فلوس نيمار، وطبعا الكلام ده مع اصابات ديمبلي اللي كان مقضيها في المستشفيات، الضغط زاد على كوتينيو لانه مش بس مطالب انه يعوض انيستا، لا ده كمان مطالب انه يعوض نيمار اللاعب اللي هو اصلا جاي بفلوسه. ونقطه زي دي بقى محتاجه هيركليز مش كوتينيو، وبالمناسبه لو كان كوتينيو نفسه اتحول هيركليز فده بقى في وسط الاجواء اللي كان بيمر بيها برشلونه اكيد برده كان مستحيل يعمل المطلوب منه. وطبعا الكلام ده تكون نتيجته هي قبول عرض بايرن ميونخ، النادي اللي دفع 8.5 مليون يورو بالاضافه لاجر كوتينيو. ولكن قبل بدايته مع البايرن تيجي له سيده على المنتخب في كوبا امريكا، البطوله اللي فيها تسجيل كوتينيو ثنائيه ضد بوليفيا في المباراه الافتتاحيه، وبعدها يصنع على البيرو يخليه واحد من اهم اسباب وصول البرازيل لمواجهه بيرو في النهائي في المباراه اللي بكل سهوله فاز فيها البرازيل بثلاثيه، ويتوج السامبا بالبطوله لاول مره بعد غياب 12 سنه، وكل ده في وجود كوتينيو اللاعب اللي بالبطوله دي اصبح من اللعيبه القلائل اللي فاز بالالقاب مع المنتخب في جميع المراحل العمريه. وده بقى اللي بينروح للموسم الاول في المانيا، الموسم اللي فيه كوتينيو شارك في 38 مباراه سجل فيهم 11 هدف وصنع 9، وبيهم بقى مش بس قدر يفوز معاهم بثنائيه الدوري والكاس، لا ده التالق الحقيقي كان في دوري الابطال، البطوله اللي فيها تسجيله على توتنهام والنجم الاحمر يخليه واحد من اهم اسباب وصول البايرن لمواجهه برشلونه في ربع النهائي في المباراه الاشهر في تاريخ مواجهات الفريقين، المباراه اللي كوتينيو فيها على الرغم من انه نزل في الدقيقه 75 الا انه قدر يسجل هدفين ويصنع الثالث، واللي بيهم تنتهي المباراه ب 8-2. وعشان تكمل بقى فبعد هدف كينجسلي كومان على بي اس جي في نهائي البطوله يتوج بايرن ميونخ بدوري الابطال في وجود كوتينيو، اللاعب اللي مع نهايه الموسم يرجع برشلونه ثاني، وكمان يرجع مع ضعف المستوى والضغوطات مع عدم الاستقرار والنتيجه انه يشارك في 14 مباراه بس ويسجل 3 اهداف ويصنع 2. وطبعا الارقام دي ما كانش سببها بس الضغوطات وعدم الاستقرار، لا ده كمان كانت اصابته بتمزق الغضروف في المفصل الخلفي، الاصابه اللي بسببها غاب اكتر من 7 شهور عن الملاعب، وده بقى اللي خلى موسمه انتهى
بدري شوية، ولكن بعد العودة في الموسم اللي بعده كوتينيو شارك مع برشلونة لحد نهاية الدور الأول بنفس المستوى المتواضع، المستوى اللي كان سبب في قبول عرض أستون فيلا، النادي اللي طلب إعارة اللاعب بناء على رغبات زميله القديم ومدرب الفريق ستيفن جيرارد. وفعلا كوتينيو ساعتها يكمل الموسم مع أستون فيلا عشان يكون شارك في إجمالي 35 مباراة، سجل فيهم 7 أهداف وصنع 3، ولكن ظهوره بأداء إلى حد ما أفضل مع أستون فيلا يكون سبب في دفع النادي 20 مليون يورو لتفعيل بند الشراء. وفعلا موسم 2022-2023 يكون الأول له في عقده مع أستون فيلا، وهو إلى الآن مشارك في 13 مباراة ولا مباراة فيهم لعبها أساسي، وبرضه ما عملش أي شيء مع النادي. وده بقى اللي ياخدنا لأرقامه اللي هتكون إلى وقت إعداد الفيديو واللي هو نوفمبر 2022، الأرقام اللي فيها كوتينيو شارك مع الأندية في 459 مباراة، سجل فيهم 106 هدف وصنع 78، وفاز فيهم مع برشلونة بالدوري والكأس مرتين لكل بطولة بالإضافة للسوبر المحلي، وده مع برشلونة. أما بقى مع بايرن ميونخ فهو فاز بالدوري والكأس المحلي وكمان دوري الأبطال مرة لكل بطولة، وطبعا الكلام ده بالإضافة لفوزه مع الإنتر بثنائية الكأس والسوبر المحلي وده مع الأندية. أما بقى لو رحنا لمشاركاته مع مراحل المنتخب واللي تتمثل في المشاركة في 81 مباراة، سجل فيهم 27 هدف وصنع 11، وفاز معاهم بكوبا أمريكا في 3 مراحل عمرية واللي كانت آخرهم مع المنتخب الأول في 2019، وده بقى بالإضافة لفوزه بكأس العالم للشباب في سنة 2011. وبس يا سيدي كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وتقولنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.